طيب خلينا ناخد اتصال ونقول الو. ايوه يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك، اتشرف باسمك. ابو نور يا استاذ احمد، اهلا بيك يا ابو نور، اتفضل يا ابو نور. انا هستاذن بس حضرتك اديني فرصه يعني صغيره. اتفضل اتفضل يا ابو نور اتفضل. او اول حاجه، الحوادث اللي بتحصل دي عشان نبقى منطقيين، دي ممكن تعد حوادث فرديه، ولكن تكرارها ليه سبب. أيوة. يعني تكرارها ليه سبب، سببها في العنوان اللي حضرتك حطه على الشاشه، كلمه منتسبي المؤسسات السياديه. ايوه، المؤسسات السياديه دي اللي هي المقصود بيها الشرطه والجيش والمخابرات والرئاسه والقضاء، مجلس الشعب والكلام ده. أيوة. والقضاء وكده. مفيش دوله محترمه في العالم بتقول حاجه اسمها مؤسسات سياديه. الناس دي بره، الشرطه دي بره، موظفين بياخدوا رواتبهم من دافعي الضرائب والمواطنين، فبيحترموا الناس وبيتبعوا القانون. ولو حصلت واقعه زي كده بره، الدنيا بتقوم وتقعد، زي اللي حصل في فرنسا حضرتك، الولد اللي هو الجزائري اللي هو من اصل جزائري لما مات. ايوه، ولعه فرنسا، ولعه. ايوه، فهي السبب ان الناس المصريين بيسعوا ان اولادهم يخشوا المؤسسات السياديه، لان لو هو ما اسمهاش مؤسسات سياديه وما فيهاش ميزه معنويه وميزه ماليه، الناس ما تدفعش 200,000 جنيه رشوه عشان تدخل ولادها الكليه الحربيه والكليه أيوة. الفنيه العسكريه وكليه الشرطه. طب بص يا ابو نور، انت خدتني يا ابو نور، خدتني يا ابو نور في حته مهمه جدا معلش، وهي ايه؟ هو احنا ليه البلد اللي عضو مجلس الشعب يدفع فيها فلوس مش عشان يخش يخدم الناس، عشان يخش يلم فلوس على قفا الدايره؟ ليه احنا البلد اللي فيها ضابط الشرطه زي ما انت قلت يا ابو نور يدفع رشوه عشان يخش كليه شرطه؟ عشان برضه ياخد قوه وسياده وسطوه ونفوذ. ليه احنا البلد اللي فيها ابن القاضي لازم يبقى قاضي، وابن الضابط يبقى ضابط، وابن الاعلامي اعلامي، وابن لعيب الكوره لازم يبقى لعيب كوره؟ ايه البلد الغريبه دي؟ ليه كده؟ الناس حضرتك زعلت من التوريث، وهي البلد كلها ماشيه بالتوريث يا استاذ احمد. النهارده انا كنت ماشي في الشارع، النهارده شفت عضوه في مجلس الشعب، هي سايقه عربيه راكيه بدون داعي لذكر يعني الماركه بتاعتها. أيوة. معلقه اليافطه بتاعتها يافطه بلاستيك وعليها علامه مجلس الشعب، قبه مجلس الشعب وبتاع. ليه انت بقى؟ بتتباهي. ليه؟ انت واخده الموضوع، ما هو بقى نقص بقى يا باشا، نقص. اه والله ده نقص، ده ناقص. فبيطلع بقى حضرتك الحوادث اللي بتطلع دي. يعني انت حضرتك لما يجي يقولوا احنا بنعمل كشف هيئه وبنعمل كشف طبي وكشف مش عارف ايه، المفروض الناس كمان تشوف نفسيه الناس دي ايه. لان اول ما الولد في العيله يخش الضابط يقول لك اخو الضابط اهو، ابن اخو الضابط ايه، بيقول لك اخو الباشا اهو، اخو الباشا، الكلام اللي حضرتك بتقوله. ومعلش انا هدخل معاك في حته بس حضرتك قلتها، وعشان كده قلت لك اطول. فضل. حضرتك جبت سيره ثوره يناير، وقلت ثوره يناير دي كانت بتقول عيش، حريه، عداله اجتماعيه. انا هدخل معاك بقى في قصه بقى انا قاعد افكر فيها كده. أيوة. نظريه المؤامره. انا الدوله في الوقت ده ما كانش في واحد في مصر ولا في العالم يتخيل ان مصر ممكن يحصل فيها الموضوع ده. صحيح. بسبب البطش الامني والقوة الامنية وبتاع. انا احساسي الشخصي ان هو تم السماح بعمل الثورة. أيوة. يعني تم السماح خلاص، الضوء الاخضر ان الثورة تعمل. واعتقد ان الموضوع ده دلوقتي بيتم ترتيبه في حالة تفاقم الاوضاع او سوء الاوضاع او اي حاجة، حادثة زي حادثة خالد سعيد، ولا حادثة زي بتاعت الراجل بتاع مرسى مطروح ولا بتاع، والدنيا تولع. وساعتها لما الدنيا تولع، الجيش والشرطة هيرفعوا ايديهم من الدولة، والناس هتجتمع معايا يا استاذ احمد. سامعك، ايوه سامعك يا ابو نور. والناس الجيش والشرطة يروح رافع ايده من الشارع، والناس بقى تاكل في بعضيها، وبعدين ما هي الدولة بقى فكت، والشرطة الدولة فكت يا استاذ احمد معايا؟ سامعك. ايوه. الو. الدولة فكت والشرطة والجيش رفعوا ايديهم، واخد بال حضرتك، والناس بتاكل في بعضيها. فالشعب بيقول ايه؟ يا ريت ولا يوم من ايام الجيش، لو المجلس العسكري يمسك، لو مش عارف مين يمسك، ونبدا نعيد الكرة من الاول. لان الدولة انه مات في مرسى مطروح والمحافظات الحدودية ليها تعامل خاص، ممكن صحيح. يقف قدام الجيش وممكن يقف قدام الشرطة،
واخد بالك؟ لكن الحوادث دي لو حصلت في القاهره ولا في اسكندريه ولا في المنوفيه هتعدي، واخد بال حضرتك؟ فمعلش يا استاذ احمد، موضوع نظريه المؤامره ده ما تستبعدوش، ما تستبعدش القصه دي. دي وجهه نظرك وانت بتقولها، وانا بحترم جميع وجهات النظر، ومن حقكم كلكم انكم تقروا الاحداث وتتعلموا من اللي فات وتشوفوا الواقع وارتباط الواقع بالماضي، والقراءه ما بين السطور والتحليل ده مجال كبير جدا نقدر نتكلم فيه ونقدر نسمع فيه بعض. بشكرك.